بيت الهنا. ابنك مدمن، مفاجأة وصدمة بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة. شنو بخلينا نتفاجأ بأنه أحد أفراد الأسرة مدمن؟ وكيف إحنا ما ممكن نكتشفه من مراحل مبكرة؟ وهل ممكن أنه إحنا نقيه شر الإدمان ومخاطره المعروفة والغير معروفة؟ حلقتنا اليوم عن الأسرة ودورها في وقاية الأفراد من الإدمان، وده من ضمن حديثنا في ملف الإدمان. برحب بكم مشاهدينا، ونتمنى كل فرد من أفراد أسركم يكون معافى وسليم. وبرحب بضيفتنا اليوم دكتورة أماني والي توفيق، وهي مختصة في مجال علم النفس الجنائي بجامعة علوم الطبية. أهلا بك دكتورة. أهلا ومرحب بكم دكتورة. بداية يعني كثير إحنا بنسمع حكايتين، والأسر بتتفاجأ بأنه أبناء من المدمنين. في رأيك كيف أنه أنا ممكن أعرف أنه ابني مدمن؟ هي إذا في أسرة اكتشفت أو حست بابنها هو في مرحلة بتاعت احتماد على العقار المخدر، ففي بعض الملاحظات الأسرة قد تلاحظها على الابن، منها القياب الكثير من البيت في أوقات غير منتظمة. نمرة 2، العملية بتاعت احمرار العين. الحاجة الثالثة، الابن ذاته ما بيكون مركز. نعم. يعني بتحس به هو معاك وما معاك، أو مفوت، أو زي ما في المصطلح الماشي حس الأيام دي يقول لك طاش شبكة. نعم. الملاحظة الثالثة من القهوة إنه يا إما ينوم مسافات طويلة ما عادته، ولا بيكون مستيقظ مسافات طويلة. نعم. بعدين حتى يعني عنده اضطراب في حتة النوم والاستيقاظ. نعم. يلا بعدين حتى ممكن نلاحظ القصة دي تاني في شنو؟ في العملية بتاعت إنه لما يستيقظ من النوم، يستيقظ من النوم الخطوات بتاعت رجلينه في الأرض. نعم. هل هي متزنة؟ هل هي مترنحة؟ هل بيعاني من الزهج الشديد من دون سبب، بسور من دون سبب أو بسبب؟ يعني قد تكون في بعض الحالة ملاحظة بسيطة، هو يكون يعني يغضب ويسور ما نفس قدر الحدث. نعم. خلاف ممكن يكون منعزل عن الأسرة برضو؟ ممكن يكون منعزل عن الأسرة، وبرضو خلاف كده يعني نلاحظ لنوعية الأصدقاء اللي هو بيطلع معاهم وبخش معاهم، دهني بتحدد لنا إنه ابننا ده ماشي على اتجاه. نعم. برضو ما في حاجة في الصحة العامة، يعني مثلا زيادة أو نقصان في حجم الإنسان؟ لا، في المرحلة الأولى من التعود على العقار المخدر الإنسان بيكون طبيعي جدا جدا، لكن هذه الملاحظات البسيطة الغد تلفت نظر رب الأسرة أو الأم على وجود ابن لها بتعاطى مادة أو عقار مخدر. نعم. يعني دكتورة، كون الأسرة تكون آخر من يعلم، وبعد ظهور العلامات النهائية ممكن يكتشفها أي إنسان، ده معناه تقصير في دوره. كيف الأسرة ممكن تلعب دور في الوقاية من وقوع في الإدمان؟ معليش، أنا يعني قبل أتكلم لك عن الوقاية، مثلا أنت سؤالك مثلا يكون الأسرة تعمل شنو إذا اكتشفت أنه ابنها مدمن؟ نعم. احنا نشوف الوقاية بعدين نشوف لما تتفاجأ، يعني هي كيف تقيه، واذا بقى بعد كده حدث كيف ممكن تعالجه. في الحالة زي دي يعني اغلب الشباب اللي بيتعرضوا للحتة بتاعت الاحتماد على العقار المخدر بيكون عندهم خواء نفسي وخواء روحي، او عدم احساس بالانتماء للأسرة او الأسرة، لانشغال لاي ظرف من الظروف، عدم تواجد الاب او عدم يعني حسب ملاحظة في الملاحظة البسيطة إنه كل واحد في الأسرة بقى في حال سبيله. نعم. فالأولاد بحسوا بنفسهم إنه ما في رقيب، ما في إنسان حبيب لهم، ما في إنسان قريب لهم. نعم. فبيقوم بعوض النقص الملاقيه في البيت بيطلع به برا، قد يلين في شلة بتاعة أصحاب سوء. نعم. بيتأثر بهم. بعدين حتى ذاته يعني النوعية بتاعت الأفلام اللي بتعرض في القنوات الفضائية المختلفة برضو لها تأثير كبير جدا جدا. نعم. فملاحظ إنه أنا حب أتكلم في الحتة دي من ناحية إنه حسب نتكلم في جهاز إعلامي، إنه ملاقي إنه الحتة بتاعت المخدرات في الأفلام العربية بالذات منتشر انتشار كبير جدا كتير. جدا. نعم. بعدين حتى ذاته في التناول بتاع العرض بتاع التعاطي، الفترة بتاعة التعاطي والإحساس بالسعادة وإنه هو ضبط للفيلم ودية، يعني بتاخد فترة طويلة جدا جدا. لما تجي في نهاية الفيلم والعقاب اللي بيحصل للزول اللي هو مدمن أو بتعاطي المخدرات أو بتاجر،
بيعالجوها بصورة درامية سريعة جدا جدا، نعم قد تكون تاخذ اقل من 3 4 دقائق، في حين انه الفيلم نص ساعة تركيزه بيكون على بيتكلم طريقة على. نعم التعاطي. طيب إذا فوجئت الأسرة كيف ممكن تتعامل، وكيف ممكن يعني تعالج الصدمة دي وما تسيء لهذا الابن وتحتويه؟ هنخليك تجاوبين على السؤال ده بعد الاستطلاع. بيت الهنا إذا كان مثلا الشخص مدمن ظاهر، يكون ظاهر من جسمه نحيل، الناحية الثانية بيكون اصفرار دائما واحمرار في عيونه، من شكله طبعا بيكون ظاهر المدمن، تصرفاته برضه من حركته برضه يعني ممكن حياة بسيطة كده، طبعا ما بعرف يعني، لكن يعني من تصرفاته كده ممكن من الصعب، لأنه الأمر بيحتاج يعني الاحتكاك بالمجال ذاته نفسه. بيت الهنا. دكتورة، كثير من الأسر بتحبط لما تعرف إنه عندها ابن مدمن، قبل ما تحبط عشانه هو عشان صحته بتكون محبطة، إنه دي شهادة لنا بالفشل الكبير إنه إحنا ما عرفنا نربي، فكيف مفروض يتعاملوا مع صدمة زي دي؟ أول حاجة بقول لكل أسرة يعني تعرضت لحتة زي دي إنه أنت ما فشلتي، الأسرة هي عمرها ما بتفشل، بقدر ما الظروف المحيطة بالابن او البنت المتعوده على تعاطي المخدرات، فالمفاجاه قد تلجم اذهاننا او يعني بتشيل تفكيرنا، او ما نعرف ان احنا حنعمل شنو كاسره. مثلا عندي مصاب او متعاطي فيها، نعم، اول حاجه اذا ظهر في الفرد انه تاكدتي تماما انه ابنك او بنتك بتتعاطى مواد مخدره، اول حاجه ما تحاولي يعني تثيري او يعني تكبر الموضوع او تثوري، او لانه دائما احنا في الغضب بنتصرف تصرفات غلط. يعني بعرف كثير من الاسر انه لقت ابناء معتمدين على العقار المخدر، اول حاجه الابو بيعمل شنو؟ بيفتح الباب لولد بيقول له تفضل. نعم، ده اكبر غلط. الاسره عليها انها تفتح أبواب قلبها وصدرها وعقلها وتحتوي ابنها قبل ما تفتح أبواب البيت، قبل ما تفتح باب الشارع بر، لأنه ابنك لو ما هو محتاج لحنانك ولعطفك ولاهتمامك ما كان طلع بر الشارع وما مكان كانت عاطم. فعلى الأسرة لما تلقى نفسها في وضع زي ده تاخذ الموضوع، يعني هو الأمر حصل، نعم كويس، فإنك أحسن تفقد ابنك في حتة زي دي ولا تفقده كله نهائي. نعم، فبالتي هي أحسن، وفتحان باب القلب والمصارحة والحب، يعني الابن في النهاية محتاج لحب، محتاج في لرعاية. رأيك يعني دكتورة أماني وقع الصدمة عليهم بيختلف إذا عرفوا أنه مجرد ابن لدبه يتعاطى مخدرات أو أنه وصل مرحلة إدمان، بين الحالتين الصدمة عليهم بتكون مختلفة؟ لا، الصدمة بتكون مختلفة، يعني في حد أنه أنا أنه أعرف أنه الابن بتاعي أو ولدي بيتعاطى شيء، وأنه وصل مرحلة بتاعت إدمان شيء تاني. هو بيتعاطى، قد تكون الجرعة اللي بياخدها جرعة بسيطة، نعم، قد ألجأ بال مثلا التقرب له، وال انه افتح له صدره وافتح له صدره اخده من الحتة دي. اما اذا هو متعاطي محتمد تماما على العقار فالوضع بيختلف تماما. فانا اذا عرفت ابني مثلا بيتعاطى ما متعود، باخده بغير له الجو بتاع العيش، باخده يعني ناخذ نسافر سفريه بسيطه، يعني مثلا هو لو في الخرطوم عنده اهل في الغالي يقعد معهم كم يكون برفقه ابوه برفقه امه، نعم. نخلق له جو اجتماعي او جو اسري حميم هو محتاج له، عشان ما يفكر انه يطلع يمشي ياخذ العقار في مواعيده ويجي راجع. نعم، اما اذا كان مدمن فحياخذوه على مراكز التاهيل. مراكز التاهيل هي المحل المناسب لإعادة تأهيله وأخذ العقار من. طيب يعني دكتورة إذا قلنا لك عايزين منك نصائح وإرشادات للأسر حتى ما يقعوا ضحايا لهذا السم اللي بقى يغزو المجتمعات. إحنا الحمد لله يعني يعني كأسر سودانية لسه ما زلنا ويعني عندنا الترابط الأسري، نعم، وعندنا العلاقة الحميمة بين الأبناء مع بعضهم، يعني إحنا بخير والحمد لله وبلدنا بخير وعلاقاتنا الإنسانية والاجتماعية بخير. نعم. فالشيء اللي أنا ممكن ألفت له النظر للأسر إنها تخلي بالها من أولادها،
من ناحية التربية، من ناحية تنظيم أوقات الفراغ بتاعتهم، من ناحية تنمية أو زراعة القيم والمبادئ عندهم، لأن هي دي الحماية الأساسية لأولادنا اللي احنا بنزودهم بيهم عشان يواجهوا بها المجتمع برا. نعم. فأبنائنا اللي احنا يعني مفروض نديهم الجرعات الكافية من الحب ومن الحنان ومن التوجيه الواعي. نعم. يعني احنا في زمن يعني ما أظن إنه الأب والأم يقدروا يمشوا رايهم على أولادهم، لكن موجههم ما بيقدروا يفرضوا رقابة كاملة. نعم. حتراغبي إنه أنت حتراغبي في المدرسة في الشارع في ما بتقدري، لكن نعم. أنت تديه الجرعات المحتاج لها عشان يقدر يواجه بها المجتمع برا، يواجه به الحاجات اللي ممكن تجيه داخل عليه. نعم. دكتورة أماني والي توفيق، مختصة في مجال علم النفس التربوي بجامعة العلوم الطبية، لك كل الشكر والتقدير وأنت تقدم لنا هذه الإرشادات. الله يخليكم، وبتمنى بحقيقة بتمنى أنه بيجي يوم ما نسمع حاجة اسمها إدمان ولا احتماد على العقار المخدر، وبتمنى لكل الأسر السودانية أسر كلها هناء وكلها سرور. وإحنا بهذه النظرة المتفائلة وبهذه الأمنية بأنه يكون عندنا أسر خالية من الإدمان ومن المخدرات بنختتم حوارنا، ونحن دقينا أجراس الخطر. عليكم كل الأسر أنها تنتبه لأبنائها مدام عرفت المؤشرات، وإنت يا ست البيت ممكن تجمعي أبنائك كلهم على سفرة واحدة بأطعمة مميزة من صنع يديك. خليك معنا فقرة الطبخ. بيت الهنا. مرحبا بكم من مملكة المرأة ومن مكان الأطباق المميزة دائما، مطبخ بيت الهنا، وبطبق اليوم مع شيف سامي محمد. كيفك يا شيف سامي؟ مرحبا بك أستاذة سحر، مرحبا سادة المشاهدين. شيف سامي، شايفين يعني مكونات متنوعة وكثيرة، طبقنا اليوم هو عبارة عن شنو؟ طبقنا اليوم عبارة عن كرات اللحم المفرومة مع الصلصة الحارة. نعم. دي أكلة مميزة جدا، عرفنا على مكوناتها. مكونات عندنا لحمة مفرومة، عندنا بصل، جزر، ليمون، قرنفل، شطة جافة. نعم. صلصة، سمسم، ثوم محمص. نعم. عندنا فلفل حلو. نعم. بطاطس وبقدونس، بالإضافة للملح وزيت والفلفل. شيف سامي، حتبدأ بأي واحد من المكونات؟ حنبتدي أولا بالبصل على أساس أنه نقطع البصل بتاعنا. نعم. هي الأكلة دي بتنتمي لأي مطبخ؟ الأكلة دي هي زي ما يقولوا ميديتيريان، اللي هي بتاخد شرق أوروبا. نعم. شرق أوروبا. نعم. فالبصل أنا ممكن حقتضي أقطع بالطريقة دي على شكل اللي هو شرايح. شكل شرايح. نعم. يعني ناس كثيرة بتسأل شيف سامي يعني ليش شرايح للبصل؟ ممكن مثلا زي ما احنا متعودين في السودان طبعا حش البصل وكونها تعمل كمية منه وتحمره، يعني حاجات زي نعم دي طبعا دي بتتوقف على حسب النوع الطبخة اللي عايز يطبخها. نعم. فأنا محتاج إنه أي حاجة أضيفة تكون واضحة لي في الطبخة. نعم. فعشان كده بقوم بقطع بالصورة دي. نعم. فدلوقتي أنا أضفت الزيت عندي، بضيف البصل. وانت كنت مسخن الحلة؟ ايوه انا مسخنة جاهزة. ايوه نعم. بضيف البصل، بخلي شوية وابتدي اقطع عندي الجزر برضو بالطريقة دي. فانا حجم الجزر ممكن يكون اكبر من دي شوية وممكن يكون في الحجم ده، يعني هي ست البيت وهي بتقطع ممكن تتحكم في الحجم. ايوه ممكن تتحكم في الحتة دي. دي طريقة سريعة حسب الحاجة يعني. طبعا بقوم بضيف الجزر برضو من نفس الوقت. باعتبار ان الجزر شيف سامي يعني بياخد وقت وقاسي شويه يعني قوي، بياخد وقت عشان يلين. ايوه نعم بياخد وقت عشان يلين. فانا ما محتاج انها الخضروات بتاعتي تذوب كلها، لكن محتاج انها تكون ناضجه لما اجي اكلها. فبقوم بضيف الحاجات دي، بجي بستخدم البطاطس. البطاطس انا ممكن اقطع بطول البطاطس النصفين واقطع النص ثاني على النص. نعم. تبقى في حكه اربع. نعم. واجي اقطع بالطريقه دي. دي طريقه سهله برضو لست البيت. ايوه هي سهله، ما تستخدم يدها وهي بتقطع البطاطس. أيوة كثير. نعم. الحكايه دي برضو بنفس الطريقه، نصين نقطع الحته دي نصين ونقطع. يعني شيف سامي البطاطس ذاتها انواع، في ناس بيقول لك في نوع بيستوي بسرعه، في نوع بيكون صلب عايز وقت اكثر في النار، يعني لو كلمتها. ايوه نعم. هي البطاطس كل ما حجمها يكون متوسط. نعم. او صغير بتكون
بتكون سهلة الطبخ. نعم. فالأحجام الكبيرة دائما لأنها بتاخد شوية زمن أطول. نعم. لأنه الحجم بتاعها فمدة كمية بتاعت كمية أو بتكون قوية شوية ما بتكون بنفس. ما بتاخد فترة طويلة على النار. أيوة نعم ما بتاخد فترة طويلة. كل ما كانت كبيرة كل ما أخذت فترة طويلة. أيوة بتاخد فترة طويلة على النار. تاني بنجي نقطع الفلفل. طبعا الفلفل أنا عندي بحبز إنه أنا أقطعه بالطريقة دي. يعني أقرب لأنها مسلسات أو. أقرب لمسلسات. نعم. فلفل الأصفر. قطع كبيرة نوعا ما. أيوة قطع كبيرة. أنا طبعا ما عايز الخضارات بتاعتي تكون دايبة. نعم. شلنا. عشان كده أنا بقطع بالطريقة دي. بأحجام كبيرة. وبأحجام يعني كبيرة. نفهم من كده إنه ست البيت لو الطبخة بتستلزم إنه الحاجات الخضروات تدوب بتقطع قطع صغيرة. إذا عايزة. تقطع قطع صغيرة. أيوة. فداك حسب طبعا الطبخة وحسب ما بتحتاج الطبخة إنها كيف تطلع. نعم. فأنا بقوم بقطع برضو بنفس الطريقة. فلفلية بألوانه. الفلفل بالألوان. الطريقة دي. وبضيفها اللحم. طيب انا في اثناء ما انت بتقلب في اثناء ما انا بقلب في الخضار بتاعي. نعم. بقوم بجيب اللحمه بتاعتي. بحاول ادورها كرات. تعملها في شكل في كرات. شكل كرات صغيره. بانك تاخذ في الحجم ده. نعم. تدورها بالصوره. ادورها بالطريقه دي. نعم. احنا هنخليك تواصل تعمل الكرات شي سامي وحنذكر مشاهدينا بنصائح وفوائد. بيت الهنا. يعني شيف سامي ما شاء الله لقيناك عملت الكرات بسرعه وانت طبعا شيف ومتعود على الحاجات دي، لكن ست البيت عشان تكون برضو موفقه في طبخه زي دي، هل اختيار اللحمه بيلعب دور؟ اختيار اللحمه بيلعب دور في حاله واحده. نعم. في انه دائما انا اللحمه بتاعتي اذا كان ما فيها دهون خالص ما بتكون متماسكه في الكرات، يعني انا اذا حتى لو عايز افرمها في البيت من المفترض انه انا قطعه اللحمه الصافي اللي بفرمها افرم معاها جزء من الشحوم. نعم. على اساس ان انا لما ندور كرات كلها متماسكه. نعم. يعني ما انا ما بستخدم طبعا ما بستخدم فيها البوكسومات زي ما بستخدمها في الكفته. لكن لازم اكون فيها شويه بتاعت شحوم على اساس انها تتماسك ليا. نعم. طيب انا بقوم بضيف جزء من القرنفل. ونتكلم برضو عن المنكهات، في ناس فرات بيحبوا القرفه يا شيف سامي، انت عملت الان قرنفل وبرضو ريحته جميله. نعم انا عملت القرنفل، طبعا القرنفل معروف انه ريحته قوية جدا جدا. نعم. في ناس بتحب القرفة. ليه ما حبيت انت تسحنه مثلا؟ لا لانه انا ما عايز، انا لو سحنته القرنفل فيه نوع من المرارة. نعم. يعني انا لما استخدمه كبودرة فيه نوع من المرارة. نعم. فبالتالي هيغير لك نكهة الطعم. ايوة بكون شوية في بغير الطعم بتاعي. لكن انا عايز، انا محتاج للنكهة فقط. نعم. فبقوم بعد كده بتضيف الكرات. بعدها انا بقوم بضيف كرات اللحمة بتاعتي. الأكلة دي بتاخد فترة قدر شنو يا شيف سامي؟ بتاخد ما بين 25 ل 30 دقيقة في النار. يعني فترة زمنية ما طويلة. ما طويلة. وبالنسبة للخضار واللحمة والتنوع اللي فيها مغذية يعني. أيوة نعم. فتاني أنا عندي هنا الليمون. طبعاً لأن أنا عايز نكهة الليمون. بجي بقطع الليمون بتاعتي. في ناس مرات في الأكلات الزي دي بيحبوا يستخدموا الخل يا شيف سامي. ممكن يضيفه؟ هنا ممكن تضيف الخل. الخل بيخلي لك اللحمه تتماسك. فانا عايز النكهه بتاعت الليمون. طبعا الخل ما عندي فيه نكهه. فانا عايز نكهه الليمون، محتاج ليها في الطبخه. فبجي بقطع الليمون بالطريقه دي. وبقطع الحته في النص دي بالذات. انا بطلعها عشان البذور الموجوده في الليمون. نعم. يعني انا ما محتاج اني تكون عندي اي بذره في الليمون بتاعتي هنا. بضيفها بطوله طبعا. نعم. عشان ما دي حاجه جديده طبعا في طبخاتنا. ايوه بضيفها بطوله دي. نعم. بتساعد. ده معناه لازم تكون مغسله جيدة. ايوه لازم تكون مغسله جيدة. ودي بتساعدني بعدين بعد ما اخلص انا بتساعدني اني اطلع الليمونه من اللحمه بتاعتي كاملة. وسيبها لوحدها. يعني تخيلي بما ان انت خطيتها حتى بقشرها فده بدي نكهه قويه يا شسام. ايوه نعم بتكون. نجي للشطه، ما كل الناس بيحبوا الشطه وانا واحده منهم يعني. طبعا في ناس بينزعجوا منها في الاكل. عشان كده احنا سميناها بالصلصه الحاره ليه؟ لانه حاضيف الشطه. نعم. انا الشطه بتاعتي عندنا هنا الشطه طبعا جافه مجففه وبيطوله.
ده بيرجع لي لانه بعدين كان اذا كان عندي رغبه اني اطلعها ممكن اتسخرجها. يعني ما حتكون حاره جدا؟ هي ما حتكون حاره جدا، لكن اذا كان عندي رغبه انه انا اطلعها بطلعها، اذا ما عندي رغبه اطلعها وما بتاثر. خليك تخلط المكونات بعد اضافه الشطه، ونذكركم مشاهدينا بمقادير طبق بيت الهنا. شيف سامي، متين احنا بنحس بانه الكفته استوت وممكن نمشي بعد كده خطوات ثانيه في الاكله؟ انا في اثناء ما بقلب بحس بانه انا اذا حركت الكفته ما في اثر للمعلقه بتاعتي في اللحمه. نعم، الكرات بقت متماسكه، فابتدت تتماسك. نعم. يبقى ابتدت اللحمه بتاعتي ابتدت تمشي في الاستواء، فبقوم بضيف الصلصه معلقتين صلصه على اساس انه يعني من الان احنا بدينا يمكن حاسين بنكهه الاكله، ريحه الليمون والقرنفل والشطه الخضراء. أيوة اللي انت اضفتها عليها رائحه جميله جدا. طيب في الحاله دي انا المفروض اسيبها تاخذ حكايه بتاعت 10 ل 15 دقيقه عشان ما اضيف الملح والفلفل بتاعي. نعم، والثوم برضه. والثوم بعدين فوق. نعم، في التزيين. الثوم ده للتزيين، بعدين انا هضيفه. ايوه، هضيف الملح والفلفل ليها. نعم، فانا اصلا عامل هنا واحده بالنسبه لضيق الزمن. نعم، عامل واحده جاهز لنا جاهزه هنا. فهي هل احنا بنحتاج انه مثلا نضيف مويه حاجه زي دي عليها عشان تساعد في الاستواء؟ هي المويه دي حسب النسبه اللي انت عايزاها، لانه انت لما تسيبيها مغطيه في نار هاديه ايوه بتطلع لي في اللحمه بتنزل لي المويه والخضارات بتطلع المرق بتاعها فبتبقى متماسكه حلوه جدا. فاذا كان عندك اي رغبه انه تضيف مويه ممكن تضيف المويه بنسبه بسيطه، واذا ما في رغبه فتخليها بنفس المرق بتاعها. والاكله الان انت مجهزه كويسة. يفضل على خطوه تقديم الطبق. نعم، ثاني بعدها يعني احنا هنقوم نشوف الطبق بتاعنا عشان نقدم عليه. يعني شيف سامي، كثير جدا الناس بيقول لك احنا بنحب الاكل اللي بيكون فيه صلصه، والاكل دي حسي اكله فيها صلصه وزمنيا بسيطه يعني. ايوه زمنها بسيط، فيها الصلصه وممكن انوع الصلصه، ممكن اقلل كميه الصلصه واستخدم بدلها طماطم مبشوره. نعم، فاذا كان بحبز انه اخذ كل الحاجات تكون بتاعتي فريش. نعم، فانا بقوم دلوقتي طازجه يعني. ايوه. نعم، نقوم نطلع اللحمه بتاعتنا. نعم، كرات اللحمه مع الخضار. لو لاحظت ان الخضار بتاعي يعني درجه متوسطه في الاستواء، ما داب. أيوة تماما. ايوه. نعم، موجود بهذا الشكل. جميل على فكره يعني شيف سامي. بطارية دي ورائحه برضو مميزه. فهنا انا عندي الثوم المحمص. ثوم محمص بجي اخذته من فوق. والثوم برضه فوائده صحيه كثيره يعني. الثوم طبعا بالمناسبه الثوم المحمص ده محمص يا اما بالزيت، ولكن الزيت يكون سخن. نعم، وما ياخذ فتره في النار، فانت لازم فالواحد اذا عايز احمص الثوم لازم يكون موجود جنبه. نعم، عشان ما يحرق. او ممكن يتحط على صينيه ويتحط في الفرن في درجه حراره متوسطه ويطلع بنفس اللون ده كده. اللون ده بيطلع حاجه كويسه. نعم، عندي هنا سمسم محمص برضه بالنار على الطوا. حتى الديكور احنا اضفناه كله حاجه عندها قيمتها الغذائيه، كل حاجة. سواء أيوة الثوم. نعم، او السمسم. ايوه نعم نعم. فهنا وبرضه عندي شويه بقدونس. والبقدونس برضه يعني طبقنا اليوم ما شاء الله طبق غني تماما، حتى الديكور ما مجرد شكل، برضه اضافه غذائيه يعني انواع. نعم، الفيتامينات المختلفه. في نقطة مهمة برضو، الناس اللي ما بيحبوا اللحوم ممكن يكتفوا بانه يتناولوا الخضروات والحاجات الموجودة في الطبق ويخلوا للحوم لانها هي بالمناسبة يعني. كده يعني اذا كان مش عايز اللحمة فانا ممكن اكتفي بانه اعمل نفس الطبق بتاعي بنفس المكونات بس باخذ اللحمة برا منها. نعم، فانا بكون اشتغلت بالهنا. طبق اليوم كان طبق فعلا مميز ورائحته مميزة، تسلم يدك عليه. مشاهدينا أنا بنصحكم إنكم تجربوا طبق اليوم، وأكيد أكيد حيحوز على رضاكم. هنأة الشروق دوت تي في دائما نراسلونا عليه، وإلى أن نلتقيكم نترككم بألف عافية.